بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نوريكم بعض العينات اللي درستها في المختبر الخاص فيني. طبعا مثل ما تلاحظون هذه العينة عبارة عن عينة من خلايا طحالب وبكتيريا وطفيليات. طبعا هذه العينة أخذتها من البحر، واكتشفت فصائل كثيرة جدا من البكتيريا والطحالب، و يعني أحادي الخلية. وأتمنى يعني أنكم تستفيدون من هذا الموضوع. إذا في أحد يبي يدرس خلايا الطحالب البحرية، ممكن الموضوع يتوسع ويتطور في هذا المجال. يعني موضوع بحثي جميل جدا، ومثل ما تلاحظون أهم شيء الأمان في دراسة الميكروبات البحرية أيضا، والفيروسات الموجودة في البحر، لأنه راح تلاحظ أن في فيروسات كبيرة جدا إذا كان المجهر الخاص فيك متطور. وأتمنى أنكم تستفيدون من هذا الموضوع، وكانت يعني موضوع بحث جميل جدا واستفدت منه وطورت نفسي في بعض العينات الثانية. وإلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس ثاني وعينة أخرى.